الكرة اللعب. حافظ على الكرة، يحاول أن يناور، يحاول أن يدخل، يدخل، يستعمل المراوغة، يسقط على الأرض، الحكم يقول واصل. فيش استعمال الإمكانيات الفنية، استعمال المهارات كذلك من أجل المرور. كريم، لكن يخفق كريم في المرور وتضيع الكرة. لحد الآن مسيطر على الوضع، والمحاولة للمرور ممتازة، العملية عن طريق كريم، والدفاع بالمرصاد. 27 دقيقة لعب. دور النصف النهائي سيكون يوم 24 مايو. طبعا غانا وغينيا، أنغولا والمالي تعادل مع تنزانيا، ولذا اليوم المالي والنيجر ينبغي على واحد منهما أن يفوز على المحاولة 11. 2-0 على جنوب أفريقيا، وفي 2013 بالمغرب كوت ديفوار يفوز على نيجيريا، في 2011 بالرواندا، بوركينا فاسو يفوز على رواندا. المنتخبات، منتخبات المغرب العربي إلى جانب مصر، تراجع، تراجع مخيف، نعم تراجع مخيف، يعني باري يتركها، والتغيير من هناك دائما لمصلحة فريق النيجر، وانطلاقة جميلة جدا هذه. سيد الحكم، سيد الحكم فيه عرقلة، التدخل وعودة من جديد، خطأ لمنتخب النيجر. الانطلاقة من النيجر من هناك، من هناك رائع جدا التغيير على الجهة اليسرى، التغيير والتسديد هذا من دون فائدة، يعني كان من المفروض أن يرفع كورته، وتعود الكرة من جديد للنيجر، والانطلاقة سريعة جميلة. الفكرة كانت جيدة، اللعبة جيلسون، والكرة عند عناصر فريق النيجر من هناك، النيجر وكرة مرفوعة، ولكن شوف الفرصة للنيجر.